تتواصل عمليات البحث من طرف فريق الحماية المدنية الجزائرية، وبعد تحديد القطاع الخاص بنا في عمليات البحث تم رسم خطة عمل على مستوى مركز القيادة من فريق إدارة الأزمات المانجمنت، وين هناك فرق تبحث داخل الأماكن الحضرية داخل الردوم، لأنه كاين انهيارات بنايات وطمي أتربة كبيرة على مستوى البنايات، وكاين انهيارات كبيرة للبنايات. هناك فرقة الغطاسين على مستوى البحر، أين تقوم بعملية تمشيط للبحث عن الضحايا كما تشاهدون على المباشر. بالنسبة للفرق السينوتقنية تقوم كذلك بعمليات تمشيط واسعة وكبيرة، وتبقى الفرق السينوتقنية حسب الطلب للفرق المتدخلة في الميدان. جمال